زحولي بعد اذنكم يلا نبيل ما تفضل تفضل انترفيو بعزم معقول صدمت الجماهير بوفاة وديع ابن جورج وصوف منذ الأمس، حيث أعلن الإعلامي اللبناني ميشان عبر تويتر عن خبر وفاة وديع ابن جورج وصوف قائلا: وديع وصوف الغالي مرفق بموشن قلب مكسور للدلالة على وفاته. وتعرض وديع نجل المطرب جورج وصوف لأزمة صحية أثر عملية تكميم المعدة أدت إلى وفاته. وبدأت القصة عندما أعلن الصحفي اللبناني عادل سامية عبر تويتر نقل وديع إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، قائلا: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وصوف الذي يتواجد حاليا بحالة حرجة في المستشفى، يا رب بمحنة وتمر ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل. ثم أعلن النيشان كما ذكرنا خبر الوفاة. وعن سبب وفاة وديع: خضع وديع إلى عملية تكميم المعدة وأصيب بمضاعفات خطيرة عقب الجراحة بأسبوع، وأدت إلى نزيف حاد ودخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات، وتدهورت حالته الصحية حتى رحل عن عالمنا بالأمس الجمعة الموافق 6 يناير. ونشر جورج وصوف بيان عن تفاصيل جنازة وديع نجله عبر تويتر، حيث بدأ البيان بتعريف باسمه واسم والديه وأقاربه. وذكر البيان نصا المنتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الواقع في 6 كانون الثاني أي شهر يناير، متمما واجبته الدينية يحتقل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 11 قبل الظهر يوم الأحد 8 يناير الجاري في كنيسة القديس نيكولاس، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة 5 بعد الظهر في كنيسة مار إلياس، ثم يدفن في مدفن العائلة.